معكم أخوكم فهد قايل البقمي، عضو مستشار الجمعية السعودية لدراسات الإبل، محلل مزاينات ومهرجانات أيضا وسباقات الهجن. أنا سعيد أني ألتقي بالحساب الرائع تاريخ البل، وما دام تاريخ البل بنتحدث في ما يخص البل، من الإنصاف أن نتكلم عن البدايات الحقيقية لمهرجانات الإبل كنوع رياضة يتزامن مع سباقات لها تاريخها اللي هي سباقات الهجن. بداية التحليل، ما حد يختلف اثنين، أو المهرجانات الإبل بدت كمهرجان من مهرجان نوفا اللي كان يقيمه الأمير سلطان بن محمد الكبير. كان مهرجان نوفا كمهرجان وفكرة ومزاين متخصص في الفرديات 1415 للهجرة، بدأ من أم رقيبة. بعده استلم زمام الأمور الأمير مشعل بن عبد العزيز الله يرحمه، وبدأ مزاين أم رقيبة. طبعا للإنصاف، المزاين كمزاين أيضا الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد. تجربة إقامة مزاين للمجاهيم حاضرة أيضا عنده الله يطول عمره، في تاريخ متقدم جدا. الرامس والربع اللي من الإمارات وتجاربهم، لكن أنا أقصد كفكرة مهرجان ولجان وعلى مستوى الخليج، ما حد يختلف اثنين على أن مهرجان نوفا أول المهرجانات في عالم مهرجانات الإبل. بعد بدأت أم رقيبة. التاريخ الآخر بدأ يشرق من الدعم الكبير اللامحدود من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رعاه الله، وأيضا صرنا ضمن رؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان فيما يخص مهرجانات الإبل وإشرافه المباشر على نادي الإبل السعودي اللي يرأسه الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس الإدارة، وأيضا رئيس المنظمة الدولية اللي تؤسست في الرياض. الشيخ فهد بن فلاح مؤسسها ورئيسها، وأصبحت نواة لجميع وفيها أكثر من 100 دولة كأعضاء، ولي الشرف أني حضرت أول هذا التأسيس وأول اجتماع في الرياض. الجهود الكبيرة الجبارة في دولة الإمارات العربية السعودية لا يمكن تتعداها. في تحدثت عن تاريخ المهرجانات، مهرجان الظفرة من أعرق المهرجانات اللي دعمت خصوصا لون المجاهيم وافتتاحية الأصايل وقوة الأصايل فيما يخص المزايل، ولا الهجن خاصين منها قوة في كل دول الخليج. كذلك في دولة قطر لا يختلف أحد على أن مهرجان الأصايل في قطر من أول المهرجانات. الانطلاقة النوعية في مهرجان قطر لمزاين الإبل وتأسيس نادي قطر لمزاين الإبل هذا الموسم الثالث أيضا، والشعار الجميل جزيلات العطاء، استثنائي بما تعنيه الكلمة كتنظيم وكقوة أشواط. بعض الأيام ينطلق 4 أشواط إلى 5 في سن المفاريد ثم الحقائق، يعني أعتبر رقم قياسي كبير في هذا الشهر، ولا نغفل أمرين. نشكر أيضا السيد حمد بن جابر العذبة رئيس نادي قطر على ما يقوم به. كل هالكلام أخوي المبدع والحساب تاريخ الإبل، أشوف أني مقل، لكن نظر لوقتكم ونظر لهالبرنامج الجميل يمكننا اختصرنا الأشياء. وعدكم إن شاء الله أن نكون أو ندخل في تفاصيل أكثر. الأمر اللي حبيت أقوله أن أيضا الاتحاد السعودي للهجن أو الاتحادات الهجن في جميع دول الخليج فعلا ناجحة كمهرجانات تقام في جميع دول الخليج. كذلك المزاينات، بعض المزاينات إلى اليوم بصمة كبيرة مثل المزاين الموروث الشعبي في الكويت. هموم وتاريخ الإبل والمزاينات لا يفيها دقائق ولا حتى ساعات، لكن هذا في المجمل. في النهاية نتفق جميعا أن النقلة النوعية في مهرجانات الإبل أصبحت مضرب الأمثال، بالعكس تنافس رياضات قديمة مثل الخيل، مثل الهجن. ملاك الإبل يرفع لهم العقال والرايه البيضاء أنهم فعلا واكبوا عجلة التطوير، واكبوا المهرجانات. بعضهم خسر ويحاول يتواجد، كله على ما اهتمامهم مثل ما قلت تاريخ الإبل. أنت من الكوادر أخوي صاحب حساب تاريخ الإبل، وش الدافع؟ الدافع محبتك لهذا الموروث، محبتك أنك تخدم مجتمعك، فكلنا رسالتنا واحدة.
انا وزملائي ويمكن من اقدم الزملاء في هالمجال اخوي حمد بن عجيمه كمحللين، ان شاء الله انه وفقنا ان نعرض جماليات الحلال. دائما التركيز في مثل المهرجانات انه يكون فيه استديو مرافق للعروضات. اكيد ان خضنا تجربه استديوهات مسائيه لا في قطر ولا في السعوديه ولا في تبوك ولا في الامارات ولا في الاتحاد السعودي، لكن الاقرب لنا واللي عرفناه به حتى احنا اذا دائما يخايرونا او نشوف ان مرافقه الحدث بين الملاك، ان في النهايه قبل كل شيء ملاك حلال، فوجودنا معهم، وجودنا في العروضات، الحديث عن المجمل ما في الاشواط، هذه مهمه ترى كبيره، لكن ولله الحمد كل المحللين خصوصا محللين بعد مجلس جزيلات العطاء هالسنه اشيد بهم. ليه؟ انت كمحلل ترى ما مطلوب منك نتيجه، مع ان الترشيحات هذه عنصر اساسي في كل المهرجانات، انك تحاول تقرب الصوره للمشاهد، تحاول انك تعرض الحلال من خلال وين البكار المرشحه، لكن ما مهمتك انك تحدد الحلال من 1 إلى 10، هذه مهمه لجنه التحكيم، وهم يفرقون عنك لامور كثيره. اول شيء انهم 5 رجال يقررون النتيجه، ثاني شيء الحلال يعرض قدامهم، ثالث شيء هم مؤتمنين ويهمهم النتيجة. طبعا أنت تقدم عرضك هذا سواء شفته في الليل ولا شفته في العرض ولا حتى في الدخول، مع أننا دائما أقول مع أني ماني من أبطال الحضور مبكر، أعترف لك لأشغال وارتباطاتنا خصوصا أنا أخوي حمد، لكن أرجع وأقول الرجال اللي يبي يصل إلى مرحلة ترشيح قريب جدا احضر عند دخول الحلال، ترى دخول الحلال جايك من عزبته بصورة فاخرة، مرتاح، ما بعد بيت، ما بعد سرح في الميادين، ما بعد، هذه نظرة أكيد أنك أحرص عليها، بالإضافة إلى وقوف الحلال في الشبوك، في مطية تزكي ويبان زينها إذا مشت، وفي مطية والله مشت ونوقفت بزينها واضح لك، لكن يرجع وأقول لابد أنك تشوف المطية وهي تمشي وتشوفها هي، حتى لو تشتري، لو تبغى تروح تشتري حلال وتجي رجال في الشبكة أول ما تشرط عليه يشيل الجلال ويسوق المطية. فأنا أقول أن المحلل ما هو مجبور أنه يجيب النتائج كاملة عن التحليل بالترشيح وبالترقيب، لأن اللي يتهيأ للمحكم تراه ما يتهيأ لك. تقول أنك والله استعنت باستشارة أو أخذت رأي الجمهور أو تأثرت بالجمهور وش قال، ايضا انت ترك في الحاله ذي، حتى لو قدمت نتيجه انت من داخلك ما قدمت التحليل اللي في بالك. فانا والله عن نفسي وشفتها من زملاء كثيرين، منهم مقعد بن كديس، منهم بن ديله، منهم زملائنا في الصياهد، انت تحاول دايم انك تقدم الصوره التقريبيه لنفسك انت. اذا والله انك في منافسه حقيقيه للتصويت ففي النهايه هذه ادوات، مثل ما المحكم عنده ادوات عرض الحلال بعضهم مع بعض، تقريب الحلال، حد الحلال على بعض، بعد المحلل اذا استخدم ادوات مثل حضر عند دخول الحلال، حضر في الشبوك في المبيت، اخذ راي الناس من اهل الحلال او خبراء، شاف سي فيه المطيه وتاريخها، هذه ادوات اذا حرص عليها وجمعها ورشح واصاب من حقه. إذا أخطأ في النتيجة النهائية عند لجنة التحكيم ولا هو اجتهد، لكن أنا أشوف أن أهم مهمتك الأساسية في التحليل الثقافة، بمعنى حنا نحتاج للمحلل اللي انهرج عن الحكام وشكرهم، كان كلامه هادف ويلفت الانتباه ولا فيه على ما قاله ولا غلطة. إذا هرج عن الحلال ووصفه ومواصفاته وتاريخ الحلال يكون على الأقل متقن 80% 90%. إذا تكلم عن، وهذه أهم نقطة، عن المهرجانات وعلى الأنظمة واللوائح يكون منصف. ما أختلف مع أحد أن دائما أحيانا يمكن نوصف أن والله طلباتنا كثيرة، والله دائما تكلموا ودائما يقولون اللجنة عليها كذا، المهرجان لازم يقدم، المهرجان لازم يسوي، والله يشكروا كل رؤساء الأندية والمهرجانات والاتحادات، والله ما نقلنا لهم حتى لو ما هو برأينا، جبنا رأي الملاك وطرحناه وناقشناه مع مذيعين متخصصين إلا كان له وقع في أنفسهم. بالعكس تفاجأنا أن بعض الأشياء اللي نطرحها يعني مفكرين فيها ومخططين لها قبل حنا نتكلم فيها. في المجمل منظومة متكاملة أخوي أحمد،
واشكرك اني قبل اول يوم تتحدث لي عن ان الخيل وصلت مراحل ان تمر وتاخذ المواصفات والتحكيم ونقلت للتجربة يوم رحت كثارة، اشكرك عليها وحنا والله خابرينها وحاضرينها، بس انك اليوم اعطيتني فكرة اني طرحتها في الاستوديو وراح نشتغل عليها، واكيد اذا في امكانية ما راح يقصرون. ليش مالك الفردية خصوصا الفرديات المنافسة في الأشواط الدولية المفتوحة؟ إذا عزل خمسة من الفرديات يعطى مالكها أو مدربها أو في الهجين يسمونه مدربها لا مضمرها، لكن في المزاينات حتى إلى اليوم يمكن يسمونه كنق النظر، يمكن يقولوا يسمونها على ما قال اللي الشخص المسؤول عنها أو راعيها أو مالكها. لكن أرجع وأقول إذا أعطينا المالك المسؤول من الفردية دي أنه يدخل عندها عاد هو يندبها بصوت، هل العصا يمسكها بطريقة معينة بحيث ان الناقة تجيب عرضها كامل، مظهر رقبتها وشقتها، طول غاربها، انفهاك سنامها، كبر راسها، ضخامتها، اذنها، ان كانها مجهم ان واقفها وتقول احراب، ان كانها مغترن خرعة، كل المواصفات اللي تبيها في كل نوع تظهر مع العرض الجميل. لانك ما حد يختلف، دائما نسمع شو يقولون، قالوا والله اليوم حضرت فرديات ما شاء الله تبارك الله، لكن قام حظ فلانه عرضت. طيب انا كيف اقضي على عدم العرض من خلال التجربه اللي نقلتوها لنا يوم تحضرون يا اخوي احمد عند الخيل؟ تعال راعيها مدربها من حق يا اخي يدخل على البكار الخمس، انا ما اقول ادخل على العشرين وكل واحد يصيح وتصير فوضى في العرض، لا، البكار الثلاثة والخمس في آخر نقطة، حتى عشان تعطي صورة للمصورين للشاشات للعرض، تعال يا فلان ادخل عند بكرتك، في خاطرك تندبها، في خاطرك تمسك العصا قدامها وتصيح لها، المهم انك قدم عرض معك 3 دقائق معك دقيقتين واظهر، يجي اللي بعده ويجي بكرته ويقدم هو تقدم العرض اللي في باله ويظهر. فكوي اكيد ان هالتجربه رؤساء المهرجانات لو اشتغلوا عليها بيلقون لها حل، يمكن احنا دائما نطرحها في المجمل كفكره، في النهايه هم رجال المؤتمنين على مثل هالمهرجانات. اشكرك اخوي احمد، يمكنني اطلت عليك لكن انت موصيني تقول تحدث بكل شيء وترك المونتاج عندنا، انا تحدثت فيما يخصنا، اما جماليات الابل حديث على ما قال ذو الشجون، الاهتمامات من كل الدول، والله بعد لو بنتكلم كبار الملاك والمساهمين في المشتريات واصحاب النظر ما ودنا نذكر احد ونخلي احد، لكن انا اقول ان حتى الاعلام بخير خصوصا الاعلام التواصل اذا فيه وجد رجال يهتم بالتاريخ والتفاصيل الدقيقه للابل احنا بخير، لان في النهايه ترانا نراهن على محتوى اللي اليوم في أي وسيلة إعلامية سواء إعلام رسمي ولا تواصل اجتماعي يراهن على الشو على ما سموه الإعلاميين، أنا والله ما عرفت الشو إلا من قريب، ابن عجيمي يعرفه عنده لغة إنجليزية، لكن أنا أقول يعني تسليط الضوء على ثقافتنا وعلى مهرجاننا وعلى ابننا من خلال الشيء الغير مألوف فكرة جميلة أنك تمرر بعض تراثنا أو ثقافتنا لجميع الناس، لكن المراهنة الحقيقية وهذا شفتها للأمانة في جزلات العطاء على المحتوى الهادف. أنا من هالمنبر أشكر اللي هو محمد بن سلعان رئيس اللجنة الإعلامية، صراحة رجل مبدع، رجل خبرة، رجل كرم في مصر في أمور التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، يعني قامة كبيرة محمد بن سلعان ما نوفي حقه، كذلك فيه طال عمرك في السعودية الأخ بندر الراشد أيضا من الكوادر مواقع التواصل، والله أنا دائما أشيد بها والسنابات لسبب مصدر جيد للأخبار والعرض الحلال والعرض تاريخ هلبل، لا شك أن فيه تفاوت في الاهتمام بالصورة والمحتوى، وين الإعلام اللي يجمع الثنتين؟ الأمر الآخر اللي ودي أشيد به مستوى الجوائز في دول الخليج، وإن شاء الله بنشوفه في كافة دول الخليج، أصبح مغري جدا للمشاركين. التنسيق اللي بين رؤساء الأندية ورؤساء الاتحادات في الوقت أيضا وصلوا مرحلة كبيرة. الإشادة الكبيرة اللي دائما نشيد بها خصوصا في مزاينات ومهرجانات الإبل قوة محاربة العبث. لكن أشير لأمر مهم، لا نعطي مجالنا
صورة من كثر ما نتكلم عن لعبة محاربته، يمكن اللي ما هو من داخل الوسط يقول والله المجال هذا كله غش وكله عبث. لا والله ما هو بصحيح. الدليل ان كل المهرجانات ولله الحمد نسبة كبيرة عالية جدا بيعهم صح، ايضا مشتراهم صح، الجماليات صح. لا شك ان اي قطاع على وجه الارض لا بد ان يكون فيه جزء من التجاوزات. احنا نسميه في قطاع اخر تجاوز، نسميه في قطاع اخر تلاعب، ما ودي اسمي قطاعات، نسميه مثلا فلبل عبث، لكن في النهاية تراه والله مقارنة بالشيء الصح قليل جدا ولا يعتبر. فعلا أشكركم على هالموقع الجميل اللي يعرض الكثير من جوانب تاريخ الإبل وهمومها وكيف نرتقي بها وكيف نرتقي بصورتها وكيف نرتقي حتى بتصويرها. حتى الإبل لا جاتك وانت جيتها في المراحة وجيتها ومشادين له زعاجيب، زعجول يمين وزعجول يسار، فيه مصور يعرضها زين وفي مصور لا عانى في آخرها وظاهر بنلبل صورها من على ما قال مع جنب ولا مع طريقة ما تشرح البلزين. لا والله لا، هذا ما عاد نشوفها أكثر الحسابات، صار كل زعجول يأخذ ناقة ناقة والفردية ركز عليها، وعلى ما قال صدر البل عليه تركيز ووسطه وآخره، ويجيك في الصيف ولا في آخر الوقت في شهر 4 اللي هو إبريل ميلادي ويصور المقهور. فأصبحوا يعرضون عرض والله أن نتابعه ونأخذ أكثر المعلومات من هالحسابات المميزة. وأشكركم تاريخ البل مرة أخرى، كما أشكر الشيخ فهد بن فلاح بن حذرين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل. حقيقة يوم القيادة الرشيدة أوكلت ما يختص في الإبل للشيخ فهد، شفنا التطوير، شفنا عدد المشاركين، شفنا تطوير منقطع النظير، شفنا الدعم والتحفيز في جميع المجالات. يعني اليوم ناقتك وانتم حساب تهتمون بسلالات البل وتاريخها، يا اخي الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين نقلنا نقله نوعيه، صارت البل لها مسميات، لها توثيق لسلالاتها. هذا ما يعنيكم والله بيض وجيهكم، انا ما تدخلت في هدفكم الرئيسي لاني ادري عندكم خطه كامله للالتقاء بكبار الملاك وكبار هالسلالات، لانه موضع حتى مهما قلنا اتفقنا على سلالات لكن تبقى السلالات القديمه مثل سلاله طيحان، مثل سلاله رمان الجبعه، مهما قلنا لابد انها بتاخذ الوقت الكثير خاصه من المختصين، وحنا ان شاء الله لنا دور معكم في هذا الشان، لكن انتم تركيزكم ايضا على اصحابها بانفسهم او البيئه القريبه اللي انتجت منها هذه السلالات، وبيض الله وجيه. اما فيما يخص جهود الشيخ فهد بن فلاح بن اثنين تعدت الافهم، ارسلنا الله يطول عمره واوفدنا سويسرا بزيورخ تحضر مهرجانات في دول عربية مثل تونس، كل هالاهتمام منها الله يطول عمره وهالدعم وهالتحفيز للإعلاميين أوجد بيئة كبيرة ساعدت في نشر ثقافة الإبل حول العالم. حقيقة اللي قدمه الشيخ فهد جهود مضاعفة، طور في التحكيم، طور في حفظ السلالات ومسميات الإبل، طور أيضا في الإعداد للمهرجانات بشكل رائع. ايضا السيد حمد بن جابر العذبه نقل في افتتاحيه المهرجان، اعتبرها نقله نوعيه ومنحنى جديد انها تصير مثل مهرجانات الرياضيه، يصير لها افتتاح وختام. جهود كبيره تشكر وتذكر لألبل وما يختص فيها، اولها دعم القيادات الرشيده في جميع دول مجلس التعاون، واخيرا الرجال اللي اوكلوا بهالمهمه قاموا بها على اكمل وجه. واشكركم مره ثانيه تاريخ البل على اهتمامكم بالسلالات، والله يوفقكم.